تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رفع سموه فيها إلى مقام جلالة السامي خالص التهاني والتبركات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا المولى عز وجل في هذه المناسبة المباركة أن يمد جلالته رعاه الله بمفور الصحة والسعادة وطول العمر. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن أسماء آيات التهاني والتبركات لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك، مقرونة بخالص الأمنيات بأن يحفظ الله سموه وأن يمتعه بمفور الصحة والعافية والسعادة.